بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين بنيك وعلى الدماء السائلات بين يديك، صلى الله عليك وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس. روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة ظلما والرداء. أيها المذبوح من القفاء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بطل تورث من أبيه شجاعة، منها أنوف بني الضلالة ترغم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم قسما بصارمه الصقيل. وإنني بغير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. والله يقضي ما يشاء ويحكم. أنا كل ليلة أصعد المنبر ما أنخب نعمة ولا أنخب نياحة ولا أنخب بكاء، بس الليلة أبو فاضل، الليلة ليلة العباس، وش ما بقلبك حسرة الليلة طلعها.
بس الله اللي يعلم الحسين الصار فيه. بس الله. الحسين راد يمشي ما قدر يمشي. الحسين مكسور ظهره. فهوى إلى جنب العلقمي فليته للشاربين به يداف العين. ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقايا. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملايا. قد رام يلثمه فلم ير موضعه، لم يدمه عض السلاح فيلثمه. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، صم الصخور لهولها يتألم. يا أخي يهنيك اللعيم ولم أخ ترضى بأن أزرزا وأنت يا منى. من يحمي بنات محمد إن صرنا يسترحمنا من لا يرحم. خريت لوى يم جسد حامي الضعيف، الله 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 الله. خريت لوى يم جسد حامي الضعين، بيسار شال السيف والراية بيمين. يقل يا ساق الظام يا وكافل العيلة، هذا المعلم مطروح قل ومن يشيله. بذبحك تشمت عدوي وبرد غليله، وظلت يا خويا بالخيم ترقب سكانه. قل له يا خويا شيل السهم بهداك، يا أهل الإيمان يا أهل الولاية يا أهل العزاء يا أهل المحبة، إذا سقطت شعرة بعينك ما تتحمل. أبو فاضل سهم وبعد
اخويا شيل السهم بهداي ولا تذكر سكانه يا اخويا تفتت عشا بطفلك اجتني وانا تبرعت بالماي شاقول لو قالت يا عم الماي وانا شقلها لو قالت يا عم الماي حنا ليش القوم ما بيهم ما حنا يا عباس بدم نحرك ما حنا عليك حسين ظل ظهرك ما حنا تشابك اول دمع على خيم تشابك وهالدمعة يا هيا على خيّة لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالمي آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين ولفاطمة وللحسن والحسين أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وبذلت غاية المجهود نوروا قلوبنا وثقلوا موازيننا بذكر الصلاة على محمد وآل محمد للتوفيق في الدنيا لزيارة قمر العشيرة أبي الفاضل وفي الآخرة لشفاعته رحم الله من أعادها ثانياً للتوفيق للحسرة والدمعة والحنة والأن على أبي عبد الله وعلى آله الطاهرين رحم الله من أعادها ثالثا أحاول وبصفة عاجلة أن أشير إلى بعض مقامات مولانا وسيدنا قمر العشيرة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه وبأبي وأمي ولشرف ذكره صلوات على محمد وآل محمد ولكنني لبيانها أحتاج إلى بيان مقدمة يسيرة الله سبحانه وتعالى لما أراد أن ينشئ عالم الخلقة أول ما أنشأ عالم الخلقة أنشأ وجود الأربعة عشر المعصومين محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين ثم أنشأ الله سبحانه وتعالى الخلق طبقة بعد طبقة خلق الله سبحانه وتعالى الموجودات الله يحفظكم أولادنا اليوم إيش جايكم كل ليلة ما شاء الله ساكتين سأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق
الله سبحانه وتعالى أراد أن ينشئ عالم الخلق، فخلق الخلق على طبقات ثمان، ثمان طبقات. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على هذه الطبقات الثمانية، كل طبقة عليا سبب في إيجاد الطبقة التي تسفلها وسبب في بقائها، بمعنى أن كل طبقة تلي الطبقة الأولى مادة وجودها من الطبقة التي أعلى منها، وفيوضاتها ما تحتاج إليه من جميع أجزاء وجزئيات مستلزمات وجودها، وبقائها إلى يوم القيامة وما بعد يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بإرادته بمشيئته جعلها في يد الطبقة التي تعلوها. الطبقات الثمانية مترتبة بهذا الترتيب، الطبقة الأولى كما قلت هم أهل بيت العصمة والرسالة محمد وآل محمد، لا يشاركهم في هذا المقام أحد من الخلق مهما علت رتبته، مهما كانت منزلته في عالم الخلق، خلق الله يدخل في ضمن 14 بحال من الأحوال ما يدخل. للنصوص الواردة عن أهل العصمة المؤكدة لهذا المعنى أن هذا المقام مخصوص لهؤلاء 14. خلق الله سبحانه وتعالى منها الطبقة العليا طبقة تسفلها، وهي طبقة الأنبياء والمرسلين، وعدتهم 124,000 نبي. كما في مقام أهل العصمة أكو تفاوت في الرتب، النبي أعلى الرتب، ثم أمير المؤمنين، ثم الصديقة الكبرى، ثم الإمام الحسن، ثم أبو عبد الله الحسين، ثم إمامنا الحجة، ثم الأئمة الثمانية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك في طبقة الأنبياء التفاوت موجود، الطبقة العليا من طبقة الأنبياء طبقة أولي العزم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، يليهم في الرتبة آدم لأنه صاحب شريعة، بعدين تترتب الأنبياء والمرسلين كل حسب مقامه ورتبته. الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول معنى الآية الشريفة فضلنا الأنبياء بعضهم على بعض، أكو بعض الأنبياء متقدم في الفضل على غير. الطبقة الثانية وهي طبقة الأنبياء كل ما لها ومنها كله من إفاضات وعطايا وخيرات أهل بيت العصمة والطهارة محمد وآله. لذلك حق لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن ينسب نفسه لسائر الطبقات، حق لأمير المؤمنين يقول أنا آدم وأنا نوح وأنا إبراهيم وأنا موسى وأنا عيسى، لأن ما في يد أصلا وجود آدم مأخذ من وجوده، وما عند آدم من الملكات ومن العطايا ومن الخيرات إلى آخره كله من جود أهل العصمة سلام الله عليهم، فحق له أن يقول أنا هؤلاء الأنبياء. الطبقة اللي تليها طبقة المؤمنين، الله يجعلنا وإياكم من ضمنهم، طبقة المؤمنين تلي طبقة الأنبياء، السبب في وجودنا إحنا، في وجودنا نحن الأنبياء هم السبب في وجودنا، السبب في فقائنا أيضا الأنبياء. ثم الله سبحانه وتعالى من وجودنا خلق الملائكة، وقيل خلق الجن، تقدم طبقة وتأخر طبقة، إما الملائكة تسبق إما الجن يسبقون، لكن بالنهاية نحن متقدمون عليهم في الرتبة، إحنا أهل الولاية متقدمون على الأنبياء، متقدمون عفوا على الملائكة وعلى الجن في الرتبة، منزلتنا حتى في الجنة منزلتنا أعلى من منزلتهم، مقامنا أعلى من مقامهم، رتبتنا أعلى من رتبتهم. طبعا أكو بعض الملائكة ذولا خارجين
طالعين بالدليل كما يقولون. هؤلاء خارجون بالدليل، أكو نص فيهم، فطلعوا من بين من الدائرة. أما سائر الملائكة، سائر الملائكة، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول لأمير المؤمنين، يقول لأمير المؤمنين، يقول له أنت أفضل أم الملائكة أم جبرائيل. النبي يتسلسل في الحديث إلى أن يقول له يا أبي يا أمير المؤمنين، الملائكة خدامنا وخدام شيعتنا. الملائكة يشتغلون عندنا ويشتغلون عند شيعتنا. ويوم القيامة أيضا الملائكة راح يؤدون وظيفتهم أنهم يعملون في حكم أهل الإيمان. لما يدخلون الجنة ماكو ملك يدخل الجنة، ماكو ملك يدخل يتنعم في الجنة، اللي يدخل يتنعم في الجنة أهل الإيمان. الملائكة نعيمهم يوم الجنة خدمة أهل الإيمان. ملائكة، جن، حيوانات، نباتات، جمادات، تمت الطبقات الثمان، تمام. جاءوا الأهل العلم قالوا ذول الطبقات الثمانية، بس أكو قسم من هؤلاء الموجودات من المخلوقات ما ندري في أي طبقة نضعهم. المسألة فيهم مورثة للحيرة، وإلى اليوم وإلى باكر وأظن إلى ظهور المولى صاحب الأمر بأبي وأمي ستبقى هذه الحيرة عند العلماء. قالوا أكو قسم من هؤلاء الموجودات، من هؤلاء الخلق، من هؤلاء البشر، من هؤلاء الناس، أصلا ما يمكن لنا في عقلنا لا يحتمل ترجيح مقام من مقاماتهم. وين نحطه ما ندري. من هؤلاء؟ قال فخر المخدرات وعقيلة الطالبيين زينب الكبرى. من المعصومين 14 ما يصير في طبقة الأنبياء، ما يكون في ضمن طبقة المؤمنين، ما يصير، ما يصير في ضمن طبقة المؤمنين، أعلى رتبة من كل المؤمنين. منو بعد؟ مولانا وسيدنا علي الأكبر. يجي الكلام إن شاء الله في ليلة علي الأكبر. علي الأكبر ورث من رسول الله صلى الله عليه وآله ما لم يورثه أحد من المخلوقات والكائنات. بعد السيدة الجليلة فاطمة بنت إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر المشهورة بفاطمة المعصومة. قالوا ما نقدر نحطها تحت تصنيف. بعد القاسم ابن إمامنا باب الحوائج موسى بن جعفر، القاسم ابن الإمام الكامل. من ضمنهم صاحب هالليلة قمر العشيرة سيدي ومولاي أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. يا علماءنا الأجلاء، ليش مو قادرين تصنفون؟ ليش قادرين تحطونه في مكان؟ قال شو نقول لكم، نجيب لكم دليل قولي لو دليل فعلي. إذا تريدون دليل قولي، عندنا أدلة قولية نجيبها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وتعالوا أنتوا حلوا لنا هاللغز، حلوا لنا هذه المشكلة. مثل شنو؟ قال مثل وصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه لعمه أبي الفضل بأنه واحد عبد صالح. لما تجي إلى القرآن وتبحث عن العبد الصالح تجد أن العبد الصالح كان معلما لنبي من أنبياء أولي العزم. صحيح. قضية موسى مع الخبر، الخبر منه؟ عبدا من عبادنا آتيناه علما. إيش كان دوره؟ سوى علم موسى. مو قضيته مع موسى مشهورة، قضيته مع موسى مشهورة.
وحتى أنه قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ما راح تقدر تتحمل العمل اللي أنا أسويه، أنت نبي من أنبياء ولا عزم بس ما راح تقدر تتحمل اللي أنا أتحمله، حتى أنت وأنت نبي ومن أولي العزم. طبعا هذا ما يخدش في مقامه ولا يعطي دلالة على أن الخضر كان أعلى مقام من موسى، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين هذا مسألة العبد الصالح شنو. قال هذا إذا جيت من هالزاوية أبو الفضل العباس الإمام يقول له السلام عليك أيها العبد الصالح. العبد الصالح مترتب عليه علم وقوة وقدرة وصبر. الصبر الذي عند العباس صلوات الله وسلامه عليه لا يحتمله أحد حتى من أنبياء أولي العزم. مو بمقام تفضيل يا مؤمن، ما في قلبي، في قلبي ما راح أطلع اللي بقلبي، بس أنا مو في مقام التفضيل، راح أبين لك بس الزاوية مالت الرؤية. حيرة العلماء في قمر العشيرة من أي جهة جاءت؟ قال لك هذه الجهة الأولى أنه عبد صالح، تمام. بعد قال تعال بيننا وبين بيننا وبين بعضنا احنا المؤمنين، الله يجعل بيننا وبين بعضنا الغبطه ولا يجعل بيننا وبين بعضنا الحسد، الله يبعد عنا الحسد والحاسدين ولا يجعلنا لا من الحساد ولا من المحسودين. بين المؤمنين اكو ما يسمى، وهذا جيد، بين المؤمنين اكو غبطه. شنو الغبطه؟ قال الغبطه انك إذا أنعم الله سبحانه وتعالى على أخيك المؤمن بنعمة أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك مثلها وأن يديم نعمته على أخيك، إن شاء الله يا ربي كلكم تدوم عليكم النعم وكل ما الله سبحانه وتعالى أعطاكم يعطينا مثله، جزاكم الله خير جزاء المحسنين. وهم أنا أدعو لكم، أنا ما أنساكم من الدعاء، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يقضي لكم كل حاجة ويفرج عنكم كل كرب، وإن شاء الله دائما في ركب أبي عبد الله الحسين دنيا وآخرة بحق قمر العشيرة أبي الفضل العباس وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال الغبطة هي هذه، أنك تتمنى نعمة أخيك المؤمن مع دوامها له. زين تتمنى النعمة اللي عند أخيك وأنت عندك مثلها، ولا ما تتمنى النعمة اللي ما عندك مثلها؟ أتمنى النعمة اللي ما عندي مثلها، أتمنى النعمة. الغبطة تمني نعمة ما أمتلكها. الإمام زيد العابدين صلوات الله وسلامه يقول إن لعمي العباس مقاما يوم القيامة يغبطه عليه جميع الشهداء. جميع الشهداء بدون استثناء إذا جاء مثل هذا اللفظ عن المعصوم يعني بدون استثناء، بس اللي يستثنى، بس فقط من يستثنى الأربعة عشر يخرجون برا، يستثنى هؤلاء الأربعة عشر، ما حد يأتي إلى في جهتهم ولا أحد يرقى إلى مقامهم. وحتى قمر العشيرة صلوات الله وسلامه عليه ما نال هذا المقام لو العباس بن سائر الناس مقتول في أي مكان، حتى لو كان ابن علي بن أبي طالب بس مقتول ما له علاقة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه، لما نال قمر العشيرة هذا المقام. العباس نال المقام باتصاله بأبي عبد الله، ونتيجة هذا الاتصال بقمر العشيرة الله سبحانه وتعالى منح العباس مقاما يوم القيامة كل الشهداء، كل من مات شهيدا من الأولين والآخرين من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، باكر راح يوقف يشوف العباس في مقام هذا المقام لا يصل إليه أحدهم، ولذلك يغبطون العباس عليه. وعندنا قانون يقول البدء على عين الختم والختم على عين البدء،
والمدام العباس صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة يغبطه كل من في عالم الخلقة، معناها أن العباس من أول عالم الخلقة كان في ذاك المقام، من أول عالم الخلقة والعباس مغبوط على مقامه ورتبته. هذه المنزلة الثانية، هذه الزاوية الثانية التي يرى منها قمر العشيرة أبو الفضل. هذا قول المعصوم. إنزين فعله، فعل المعصوم. يا أهل الإيمان، يا أهل المحبة، يا أهل الولاية، يا من تعرفون شيئا من مقامات أئمتكم، تعلمون أن أئمتنا في الفعل والقول والتقرير لا ينطقون عن الهوى، أفعالهم وحي من الله يوحى. ولا تحرك واحد من المعصومين عاطفة، العاطفة في مكانها، لكن المعصوم ما تحركه عاطفة، ما تحرك المعصوم عاطفة. أم البنين تضع بقمر العشيرة أبي الفضل، أول فعل يفعله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ياخذ يد العباس اليمنى ويقبلها. ثم يأخذ اليسرى فيقبلها. بس أمير المؤمنين قال له، مو بس أمير المؤمنين، من بعده أبو عبد الله الحسين لما خرج بأبي وأمه، لما سقط قمر العشيرة بأبي وأمي طلع العباس، نقرأ مصرع بعد شوي، قبل يديه الشريفتين. صار 13 محرم، جاء الإمام زيد العابدين يدفن الأجساد. بنو أسد يقولوا نص الطريق انحنى على شيء حمله قبله، ثم مشى خطوات حمل شيئا قبله، نظرنا إليهما وإذا بهما كفى أبي الفضل. راح أقرأ لك إياها من زاوية المعرفة في مقامات المعصومين. خلاص أنا وصلت إلى آخر الحد، بعد الليلة ليلة مصيبة، بعد ما أطيل عليك في الموضوع والمقام، بس أريدك من تبكي على قمر العشيرة أعرف مقام من تبكي عليه. يا أبو فاضل سلام الله عليه، راح أذكر لك رواية وتحليل الرواية، وأريدك بعدين أنت على هواك على راحتك تطبق. يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله جالس، وعنده أمير المؤمنين وجمع من أصحابه، نزلت مائدة من السماء، جبرائيل يقول لرسول الله: يا رسول الله، هذه المائدة لا يأكل منها إلا أنت وابن عمك، غيركم ما حد يمد يده. أكل رسول الله وأمير المؤمنين من تلك المائدة، رفعت المائدة، نزل إبريق، قام أمير المؤمنين على العادة يغسل يد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أمير المؤمنين، أنا مأمور من الله عز وجل أني أغسل يدك. قال له: يا رسول الله، مهما يكون أنا علي بن أبي طالب، بس ما يصير المقام يختلف، ما يصير أنت تصب الماء على يدي. قال له: أمر من الله، الأمر من الله واجب التنفيذ. أخذ الماء صب على يد أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يغسل إيده مخلين طشت تحت يد أمير المؤمنين، الأصحاب ينظرون، أمير المؤمنين يغسل يده والأصحاب ينظرون، ولا قطرة ماء نزلت من يد أمير المؤمنين. الأصحاب قاموا: يا رسول الله، صببت الماء على يد علي بن أبي طالب ما نزلت ولا قطرة، شو اللي جرى؟ قال: أما تعلمون أن ملائكة الله يتسابقون على أخذ الماء من يد أبي المؤمنين؟
تم الحديث بالمعنى، الحديث بالنص إذا الله سبحانه وتعالى كتب لي وقت وتوفيقي يمكن أجيبه، إذا ما كتب لي بعد أنتم هذا حج جوجل ما يقصر وياكم، دوروا تلقونه إن شاء الله. تم الحديث، واحد من علمائنا قال أخاف واحد يلتبس عليه الأمر ويقول ها فضلت علي بن أبي طالب على رسول الله، نقول له على هونك شوي شوي بس أصبر علينا، خلنا نفهمك القضية شنو، خلينا نفهمك القضية بعدين أنت على هواك. الله أراد أن يوصل رسالة لمن كان أمام رسول الله من الأصحاب، هذه الرسالة أراد الله أن يبين كيف الله سبحانه وتعالى يدير عالم الخلق، كيف تدار أمور وشؤون عالم الخلق. الله أراد أن يقول لهم ترى إدارة شؤون عالم الخلق كلها بيد رسول الله، وهذا مقام صبر رسول الله، هذا صبر رسول الله معناها أن الفيوضات كلها بيد من؟ بيد النبي صلى الله عليه وآله. المستقبل لهذه الفيوضات أمير المؤمنين، ولما كان الملائكة يعملون بأمر أمير المؤمنين، ليش يعملون بأمره؟ واحد من الأسباب، ثم فتق نور علي، النبي يقول ثم فتق من نور علي وفتق من نور علي الملائكة. والملائكة موكلة بإدارة عالم وشؤون عالم الخلقة، مخلوق من نور علي، فيأخذون أوامرهم من منه؟ يأخذون أوامرهم من أبي أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. تم الكلام، أمير المؤمنين يقبل يد العباس، عاد أنت دبرها، أنت حللها بهواك. قلنا أول الكلام، كل طبقة عليا واسطة في إيجاد الطبقة التي تسفلها وواسطة في بقائها، المدد يوصل من هذه الطبقة إلى الطبقة التي تسفلها. عاد أنت صنف العباس وحطه صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي. هذا مسألة الفيوضات، ترى أفعال أهل العصمة حتى بناتهم، حتى بنات الحسين، يا أخي سيدة سكينة صلوات الله وسلامه عليها لفضلها لعظمتها لرفعة شأنها، تدري الحسين شي خاطبها؟ تدري؟ سامعين أنتو قارين؟ الحسين يخاطبها بخيرة النسوان، يقول لها سكينة أنت خيرة النسوان، المرأة إن لم تكن الثانية فالثالثة في كربلاء كانت سكينة، المرأة الأولى في كربلاء زينب، الثانية إما أم كلثوم أو السيدة سكينة، هي كانت المعينة الرئيسية لعمتها. وتعال شوف الأخبار كلها عن سيدة سكينة. سيدة سكينة بأبيه وأمي إحنا نقراها من زاوية مصيبة، بس أهل المعرفة يقرونها من زاوية مصيبة ومن زاوية تطبيق، تطبيق للمقامات وللرتب. سيدة سكينة بأبيه وأمي، مو أبوها الحسين، أبوها أبو عبد الله ومدللة الحسين، سكينة مدللة أبي عبد الله، مدللة عند الحسين ولها مقام وشأن ورتبة إلى آخره. لكن لما اشتد بها العطش وبأخيها الرضيع، تقول حملت أخي الرضيع تحت ردائي ومضيت به إلى خيمة عمي أبي الفضل، دخلت على أبي الفضل، أبو الفضل قام استقبل السيدة سكينة سلام الله عليها. عم أبي الفضل هلا جلست؟ جلس، فتحت رداءها، طلت الطفل الرضيع، حطت قدام أبو فاضل، وإذا الطفل لسانه كالخشبة اليابسة،
وهو يلوك لسانه يدور لقطره ماي، وقد غارت عيناه في ام راسه من شده العطش، يغشى عليه ساعه بعد ساعه. صاحت عم ابا الفضل: ايموت هذا الطفل من العطش وانت تنظر اليه؟ أبني وما أصنع، وكلما استأذنت أباك الحسين ما أذن لي. قالت لعم أبا الفضل: هالمرة بعد استأذن. جاء العباس مطرق برأسه إلى الأرض وعيناه ماطرتان، انحنى على يد الحسين قبلهما، ثم على رجليه: أبا عبد الله، إن نساءنا تموت من العطش، وإن أطفالنا تهلك من الظما. أبا عبد الله، إئذن لي حتى أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. قلبك يمي مؤمن؟ لا 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 لا، أبو فاضل اسمع جواب أبي عبد الله. قال له: نساءنا راح تموت؟ قال له: إيه. قال له: طفلنا راح يهلك؟ قال له: إيه. قال: فلتهلك نسائي وليمت طفلي من العطش، ولتبقى أنت العلامة من عسكري. أخي، إذا أنتمت آل أمرنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. يا حسين سكنة بطفلك الملهوف جتني، يا بس لسانه وشوفته والله شعبتني، حالة سكينة وحاله وخوها شلون فتني، يجذب الونة والرضيع يدير عينه، هلت مدامعها يا خويا وجبت حذاي، ترتعش وتقول: يا عمي ذايب حشاي، مدة ثلاثة أيام والله ما ضقت ماي، وإحنا يا خويا الموت لازم واردينا. يقل يا قطب الحرب يا شايل حملنا، خلى يا خويا من العطش يهلك طفلنا. الله يا عين الجيش لا تشتت شملنا، عقبك يا خويا تميل عدوانك علينا. يقل يا خويا تموت نسوتنا ضمايا، واحنا يا كيف الخايف اليوث وشفايا. بالله درخصني انكسها الرواية، خيك يجيب الماي لو تقطع يمينه. فلما قال له العباس مقالته قال: أخي، إن كان ولا بد من ذلك فاركب بنفسي أنت واطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء. جاء قمر العشيرة امتطى صهوة جواده، أخذ قربته وعلقها على كتفه، تناول سيفه بيمينه، جاءت سكينة للأطفال والأطفال يتصارخون: اهدؤوا اسكنوا الآن يأتي عمنا بالماء. حمل السقاء على يده، نزل إلى المعركة وهو ينادي: أنا العباس أحمل بالسقاء، ولا أخاف الموت عند الملتقى، حتى أوارى في المصاليت لقى. فلما رآه الجيش انحدروا عليه، فسل سيفه فيهم، دخل في أوساطهم، خرج من أعراضهم، قلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، حدر قمر هاشم على جيش العدو وصار
جمال رمح المنية وصار ما بتار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيدة يتبختر مكيف ملاقى الموت عيدة حتم القضى سيفه وعزرائيل بيده قلبهم قلبه قتل أبطالهم نكس راياتهم قتل أشجعانهم حتى بلغ إلى المشرعة فلما وصل إليها وإذا عليها عمرو بن الحجاج الزبيدي عليه لعائن الله وعليها 4000 فارس فلما رأى العباس نادى من هذا قال ويحك أنا العباس بن علي قال ما تريد قال ويلكم يا أعداء الله هذا الماء تشرب منه كلاب الأرض وخنازيره وآل رسول الله يموتون من العطش قال عمرو بن الحجاج يا عباس لا يشرب الماء الحسين حتى يذوق الموت غصة بعد غصة أو ينزل على حكم الأمير قال ويحكم تنحوا فأبوا أن يتنحوا فصاح فيهم العباس صيحة فمالوا عن وجه المشرعة هذا والحسين واقف ينظر إلى أبي الفضل وعنده أخته زينب تنظر إلى وجهه رأت وجه الحسين وقد تلألأ قالت أخي أبا العبد الله أرى وجهك قد تهلل وتلألأ قال أخي أبشري هذا أخي أبو الفضل قد نزل إلى المشرعة وحسين لازم مركزه وتجري دموعه شاف نسف جيش العدا وزلزل جموع طلعت مريبة ترتجي زينب رجوع تقول العضيد ابطى عساه يحود خيار قالها يا زينب للنهار حول بجودة واخلى ملازمها عسى تسلم زنود دخلي الخيمة وطلبي من الله يعود سورج تراه والذي لعيالك ظلا نزل إلى المشرعة فلما أحس ببرد الماء اغترف غرفة وقربها من فمه ليواسي بها أخاه ثم خاطب نفسه يا نفس من بعد الحسين هون وبعده لا كنت أو تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذي فعال ديني ولا فعال صادق اليقين هذا الماء يجري بطول حياة وضوقا قبل أخويا حسين هيا وظن طفلة يا ويل من العطش ما وظن موتي قراب والعمر قصار ملأ قربته ماء جعلها على كتفه وخرج من المشرعة فتصايح الجيش فيه
لئن وصل العباس بالماء إلى المخيم لا يبقى منكم ديار ولا يبقي منكم ديارا، فأحاطوا به من أربع الجهات. فلما رأى الحسين ذلك انحدر إلى المغركة وجعل ظهره بظهر أخيه، فلما أحس به أبو الفاضل قال: أخي حسين، ما الذي نزل بك يا نور عيني؟ قال: أخي، لقد أخذني ما يأخذ الأخ على أخي. كريتنا خل جيش وحسين انت خوصال، عباس باليمنى وابو سكنة بالشمال، صبوا على العالم من البردين زلزال، وزينب واقفة تنظر فبينا هي كذلك. اذ انجلى ما كان، اذا انجلت الغبرة وانجلى الجيش، واذا يد الحسين بيد ابي الفاضل، فلما رأته مصاب صاحت: يا هلا بذول المجبل. عباس البطل خويا والحسن، شمس وقمر للهاشميين، جاء العباس بالماء: يا أولاد رسول الله، هذا الماء اشربوه. علق قربة الماء وإذا بخبيث رمى القربة بسهم فسال الماء. فتصايح أطفال أبي عبد الله: يا عام، لقد أريق الماء. قال: يا آل رسول الله، اهدؤوا، الآن آتيكم بالماء. صعد على صهوة جواده، مشى خطوات، نادى الحسين: يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، يا فلانة ويا فلانة، هل ممنا وودعنا أخي؟ فدرنا عليه، هذه تقبل يده وتلك تقع على رجله، وتلك تنادي: عم أبا الفاضل، ارحم غربتنا، ارحم ضيعتنا. فلما ودعهن أدار عينه فما رأى أخته زينب، قال: ما لي لا أرى حبيبتي زينب. قالوا: عام، إلا زينب رأتك تودع فما ملكت نفسها. فنزل من على صهوة جواده ودخل على زينب في خيمتها، نادى: أخي، ما لك لم تخرجي للوداع؟ قالت: أبا الفضل، إن رجلاي ما حملت. أجركم الله، ودع أخته. نزل مرة أخرى إلى المشرعة، إلى المعركة، ما زال يقاتل حتى وصل للمشرعة مرة أخرى، ثم ملأ القربة وخرج من المشرعة. فدار عليه القوم يقاتلهم ويقاتلونه، إذ بالشمر عليه لعائن الله، نادى: ويلكم، إن برزتم له هكذا ليفنينكم عن آخركم، أما تعرفون من هذا؟ قالوا: ما نا
الأصناع. قال افترقوا عليه أربع فراق، فافترقوا عليه، هذا يضربه بالسيف، وهذا يطعنه بالروح، وهذا يرشقه بالسهم، حتى صار درعه كجلد القنفذ. آجركم الله، فبيناه ويقاتل إذ كمل إليه لعين من وراء نخلة، وضربه بالسيف على يمينه فبتره. فأخذ السيف بشماله ويمينه تقطر دماه، وهو يقول والله إن قطعتم يميني اللي أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقيني صبط النبي الهادي الأميني. آجركم الله، فبينما يقاتل إذ كمل إليه العين الآخر وضربه بالسيف على شماله. فضم اللواء إلى صدره وأخذ السيف بأسنانه وهو يقول يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بجنة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار. آجركم الله، بينما هو يقاتل إذ بحرملة بن كاهل عليه لعائن الله رماه بثلاثة أسهم، سهم وقع في القربة ففر. فسال الماء على الأرض، فصار ينظر إليه وهو ينادي وحسرة عليكم يا أولاد رسول الله. آجركم الله، فبيناه وكذلك إذ بحرملة ابن كاهل رماه بسهم فوقع في قلبه الشريك. أيوا سيدا، أيوا عباسا، آجركم الله يا سيدة النساء، يا مولاتي يا فاطمة، آجرك الله. وإذا بسهم ثالث وقع في عينه اليوم، فأخاطها مع اليسرى. آجركم الله، فرفع رجليه لكي ينتزع السهم فسقطت خوذته الشريفة. آجركم الله، وإذا بحكيم ابن الطفيل عليه لعائن الله وبيده عمد من حديد. آجركم الله، ضربه على أم رأسه. فسأل مخه الشريف على كتفه، وهوى من على ظهر جواده. يا أهل الإيمان، إذا سقط الفارس يتلقى الأرض بيده. أبو الفضل ما كان له يدان، سقط على الأرض وإذ به سقط على وجهه. نادى أخي حسين، أدرك أخاك.
رجا أبو عبد الله ويده على خاصرته قتل قاتله ووقف على ينادي أخي الآن انكسر وقلت حيلتي وشمت بي عدو يا خويا انكسر ظهري ولا اقدر وصرت مركز يا خويا الكل لهم أخويا استحدوني عقبك القوم ولا واحد علي بعد ينغر جلس أبو عبد الله أخذ رأس قمر العشيرة جعله في حجره نادى بضعيف صوته أيها الآخذ براسي أقسم عليك إلا ما تركتني حتى يأتي إلي ابن والدي نادى هذا أخوك حسين يمك واختلط دمعي بفيض دمك يا اخويا سكنة تسل الطفل باسمك تقل لأس يجيب الماي عمك وإذا بقمر العشيرة أخذ رأسه وعفره في التراب الحسين حمل ثانية أخذ رأسه وعفره في التراب أخذه ثالثا أخذ رأسه وعفره بالتراب قال أخي لم لا تترك رأسك في حجري قال أبا عبد الله أنت الآن تضع رأسي في حجرك وبعد ساعة من الذي يضع رأسك في وضع يده تحت ظهره أراد أن يحمله نادى أخي ماذا تريد أن تصنع قال أريد أن أحملك للخيام قال أخي بحق أمك فاطمة إلا ما تركتني في مكان قال أخي ولما قال أخي لقد أوعدت سكينة بالماء وإني المستحن يقل له يا حسين خليني بمكاني يقل له ليش يا زهرة زمان يقل له واعدت سكنة تراني بماي واستحي منها من استر بينما الحسين يكلمه آجركم الله اذ بأب الفضل نادى بصوت ضعيف أخي أبا عبد الله في أمان الله ومالت رقبته على صدري فقام عنه أبو عبد الله وتوجه إلى الخيام يا جماعة يا أهل الإيمان يقولون الحسين رجع نساء ما عرفوا كبر الحسين 50 سنة شاب شعره ظهرا حلا الله يساعدك يا أبو عبد الله الله يساعدك يا ابن رسول الله وصل إلى الخيام ما حد تجرأ يسأل الحسين إلا سكينة أبا قل لعمي العباس إنا لا نريد ما قل لعمي العباس بل يرجع
الحسين أن يتكلم ما تمكن، توجه الخيمة أبي الفضل، جر عمود الخيمة، انطبقت الخيمة، صاحت زينب واذلا صاح الحسين اي والله اخي وهذا يا سكن راح عباس، راح الضغم اللي يرفع